أنا اسمي الدكتورة فايزة، عملت صدقة جارية للمرحوم جوزي والمرحومة والدتي. فكرت بأن أنا أعمل بيها صدقة جارية وعلى اسمي، فالفلوس دي قلت من حق أنه هو برضو يكون شريك فيها. هو أنا صحيح عملت صدقة جارية، بس أنا برجو كل اللي شفنا إن المستشفى دي محتاجة تتوسع ومحتاجة سراير أكتر، لأن أنا لاحظت إن في أطفال ملهاش أماكن. والحقيقة كنت زرعت ده أكيد في ولادي وفي أحفادي علي ونور. أنا اسمي علي كريم الطحاوي. أنا عملت عيد ميلادي، ولما عملت عيد ميلادي قلت لأصحابي بدل ما يجيبوا لي هدايا نلم فلوس مع بعض عشان نتبرع بيها لمستشفى 57 357. والتبرع بس مش بيبقى بالفلوس، إنما بيبقى بالوقت، بيبقى بالمجهود، بيبقى بإنك تيجي تلعب مع الأولاد وتسعدهم. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.